لو رجع في الزمن برجع بختار AUM كجامعة صراحة، لأنها أتحت لي فرص كتير كبيرة، منها إنه الدراسة في الخارج بمرتين طلعت فيهم برا، اتعلمت على الناحية الشخصية والناحية الأكاديمية بنفس الوقت، حاسة حالي هلأ جاهزة كتير لأنطلق لسوق العمل. المجتمع اللي أنا عايشة فيه مجتمع جميل جداً، خالي من أي نوع من أنواع التعصب أو العنف الجامعي. دايماً بتحس العلاقة ما بين الطالب والدكاترة علاقة أسرية. طلعت مرتين للخارج في برنامج تبادل ثقافي، تعلمت فصل دراسي كامل هناك، تعلمت من الثقافة الخارجية، واكتشفت هناك قديش انه فعلا AUM عم بتجهزنا لانه نتقبل الثقافات الثانية والمجتمع والاختلاف بالاخر هناك. لوين سافرت؟ سافرت لرومانيا وايضا لامريكا.